وعودة لمعرفة تطورات الحالة الصحية للتوأم السيامي الليبي أحمد محمد الذين وصل الرياض قبل ساعات. معنا من مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال المراسل الإخباري زميلنا محمد شيخ. مساء الخير محمد. مساء النور، أهلا وسهلا بكم زميلي من الاستوديو. قبل قليل شهدنا وصول التوأم السيامي محمد وأحمد الجميني اللذان وصلا قبل قليل من مطار الملك خالد الدولي من بالعاصمة الرياض إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال، حيث شهدنا أن الحالة مستقرة. وللحديث أكثر عن هذا الأمر ينضم إلينا الدكتور محمد النمشان رئيس قسم جراحة الأطفال في مستشفى الملك عبد الله التخصصي. دكتور أهلا فيك. الله حياكم الله في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال. حياك الله دكتور. ما مدى استقرار حالة الطفلين أحمد ومحمد الجميني؟ أحمد ومحمد الحالة الصحية لهم الآن مستقرة، علاماتهم الحوية الحمد لله مستقرة، ولا يوجد يعني أي عارض صحي حاد في حالتهم الآن. نعم جميل. إذن كيف تشخصون تلك الحالتين للطفلين أحمد ومحمد عن مدى استقرار حالتهما تجاه في الأيام المقبلة وعن مدى تحسن تلك الحالة؟ طبعا أحمد ومحمد الآن أعمارهم 4 أشهر تقريبا، توأم ملتصق في البطن والحوض والأجهزة والأسفل الأمعاء وكذلك الجهاز البولي والجهاز التناسلي، الحوض، الأطراف، يوجد لديهم طبعا الصدر والرئتين منفصلة. الفحص المبدئي أوضح الحمد لله على الضغط، الدم، التنفس، نبضات القلب، تركيز الأكسجين في الدم، التروية الدموية، الحالة الصحية للأطفال تبدو جيدة ولله الحمد. طبعا الليلة إن شاء الله وفي الأيام المقبلة سيتم إكمال الفحص السريري، ثم بعد ذلك يتم هناك فحوصات مخبرية وفحوصات إشعاعية، بعدها يتم إن شاء الله اجتماع الفريق الطبي لتحديد إمكانية الفصل إن شاء الله تعالى. إذن هل يحتاج الطفلين السيامي أحمد ومحمد إلى أكثر من فريق استشاري لتشخيص حالتهما؟ طبعا كما تعرف أن أحد أسباب نجاح برنامج العمليات السيامية في المملكة العربية السعودية هو العمل بفريق متخصص، فلا شك أنه سيكون هناك فريق طبي متكامل من التمريض، طب الأطفال، جراحة الأطفال، جراحة التجميل، جراحة المسالك البولية، جراحة العظام، طب الأشعة، الطب المختبر، تخصصات كثيرة جدا تتعاون في التشخيص وكذلك في تقديم الخدمة العلاجية والجراحية للأطفال. جدا جميل، شكرا لكم دكتور على جهودكم المبذولة. إذن مشاهدين الكرام، في هذا الأمر للطفلين السيامي أحمد ومحمد الجميني الذين أمر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بنقلهما من الدولة الشقيقة ليبيا إلى المملكة فور لجوء ذويهما إلى السفارة السعودية في ليبيا، حيث بلغت نسب تشخيص الحالات السيامية في المملكة إلى 100 حالة وعمليات فصل التوائم إلى 47 حالة فصل إلى الآن، وتعتبر حالة أحمد ومحمد الجميني الحالة رقم 48 هنا في مستشفى الملك عبد الله التخصصي بالعاصمة الرياض للأطفال. محمد شيخ شكرا لك ولضيفك الدكتور محمد النمشان، شكرا لكم.